من هو تيمور لينك؟ يعرف باللغة الفارسية والأردوية باسم تيمور، عاش في الفترة ما بين سنتي 1336 و1405، وهو قائد أوزبكي يعود للقرن الرابع عشر للميلاد. عمل على تأسيس السلالة التيمورية في العام 1370 ميلادي في المنطقة الوسطى من القارة الآسيوية، وهو أول حكام هذه السلالة التي استمرت في الحكم حتى سنة 1506، وأصبح يعرف بتيمور لينك نتيجة إصابته بالجرح في إحدى المعارك التي حضرها، والمقطع الذي أضيف لاسمه أي لينك يعني الأعرج. أما المقطع الأول تيمور فهو باللغة الأوزبكية يعني الحديد، وقد عرف بحملاته العسكرية الشرسة والواسعة التي استهدف خلالها عدد كبير من المدنيين والتجمعات السكانية الكبيرة. ولد تيمور لينك في قرية تابعة للمدينة الفارسية كش الواقعة في المنطقة الجنوبية من سمرقند في بلاد أوزبكستان، وكان ذلك في 25 من شعبان للعام 736 للهجرة، أي في 8 من أبريل للعام 1336 للميلاد. أمضى الأيام الأولى من صباه في قبيلة البرلاس، وكان متقنا للفنون القتالية التي استخدمت من قبل القبائل الصحراوية، أبرزها الفروسية والصيد إضافة لرمي السهام، إلى أن أصبح فارسا ماهرا متقنا لمعظم الفنون القتالية، وكان يدين بالمذهب الشيوعي، وذلك بعد أن التقى بالسيد بركة في بلدة تسمى بلخ، والذي عمل على تشجيعه في الفترات التالية على خوض العديد من الغزوات، أبرزها التي كانت ضد قتمش خان. نظم تيمور لينك جيشا ضخما كان معظم فرسانه ومقاتليه من المغوليين، وأخذ يفكر في بسط نفوذه وسيطرته، وكانت خوارزم هي البداية، حيث غزاها في الفترة ما بين سنتي 773 و 1379 لأربعة مرات، وفي آخر مرة وبعد خراب ودمار كبيرين تمكن من الاستيلاء عليها وقام بضمها إلى نفوذه وبلاده، كما أنه خلال هذه الفترة استطاع أن يسيطر على صحراء القفجاق والتي تقع ما بين بحر قزوين وبحيرة خوارزم وسيحون. وفي العام 1380 ونتيجة لاضطراب الأوضاع في خراسان، قام تيمور على بعث ابنه ميران شاه البالغ من العمر 14 عاما، والذي نجح في الاستيلاء على خراسان بأكملها إضافة لأفغانستان وبحستان. وفي سنة 1385 ميلادي توجه إلى مازنران التي استسلمت له دون أي قتال أو عراك، وبعد ذلك فتح أذربيجان وفارس ثم أصفهان التي شهدت ثورة على نوابه قتل خلالها 70,000 مقاتل. وتشير الكتب التاريخية إلى قيام تيمور لينك بإقامة مآذن من جماجم هؤلاء المعارضين الذين أضحوا قتلى، كما قام بحملات أخرى لفتح الصين والهند والعديد من المناطق الأخرى.